محمود الحبيب، كل سنة وانتم طيبين، كل عيد أضحى وانتم طيبين، ومصر الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بخير يا رب وسعادة وهنا. ربنا يعدي الأيام الصعبة إن شاء الله اللي فاتت دي على خير بإذن الله. ربنا يوفق دايما القيادة السياسية لمصر في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها اليومين دول. كل الثقة وكل الدعم وكل الحب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا معاه يوفقه، واحنا في ظهره دايما ومعاه، وان شاء الله مصر هتعدي وهتنتصر في النهاية في كل المعارك الحربية والاقتصادية والسياسية اللي بتواجهها. ان شاء الله العيد بإذن الله كلنا نعيد وننبسط، ناخد بالنا من نفسنا عشان الكورونا، وان شاء الله يا رب دايما اللي جاي احلى واجمل، وباذن الله كل المشاكل هتعدي ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. هاني شاكر.